بيبدأ المسلسل بساحرة اسمها واندا وجوزها الرابوت اللي اسمه فيجن، وبيكونوا لسه متجوزين ورايحين مدينة اسمها ويست فيو علشان يعيشوا فيها. وبعد سنة من جوازهم بيجي يوم وبيبصوا على النتيجة وبيلاقوا اليوم ده عليه علامة على شكل قلب، فبيفهموا ان اليوم ده هم عندهم مناسبة مهمة، ولكنهم مش بيكونوا فاكرين ايه المناسبة دي. وبتحاول واندا وفيجن ان هم يفتكروا المناسبة ولكنهم بيفشلوا، فبيقرروا ان هم يحتفلوا بالمناسبة دي بالليل حتى لو هم مش فاكرينها. وبعدها بيغير فيجن شكله وبيكون زي البشر وبيروح على شغله، وهناك بيظهر ان فيجن بيشتغل بسرعة كبيرة وبيقدر يخلص شغل كتير جدا في وقت قليل، وده بيخلي زميله في الشغل يعجب بيه وبيوصفه بان هو عامل زي الكمبيوتر. فبيتوتر فيجن لما بيسمع الكلمة دي وبيغير الموضوع، واثناء ما هم بيتكلموا بيجي المدير وبيقطعهم، وساعتها بيفتكر فيجن ان هو عازم المدير ومراته على العشاء، فبيعرف ان هي دي المناسبة اللي هو ومراته واندا مش فاكرينها. وفي الوقت ده بتكون واندا قاعدة في البيت مع جارتها اللي اسمها اجنيس، وبتقول واندا لاجنيس ان هي وجوزها عندهم مناسبة النهاردة ولكنهم مش فاكرين ايه هي. فبتبتسم اجنيس وبتقول لواندا ان النهاردة عيد جوازهم، فبتفرح واندا وبتشكر اجنيس علشان فكرتها، وبتقرر ان هي تعمل مفاجأة لفيجن لما يرجع للبيت. وبالليل بيرجع فيجن على البيت وبيكون معاه مديره ومراته، وبيتفاجئوا ان واندا عاملة جو رومانسي في البيت على ضوء الشموع، وبتتفاجئ واندا لما بتشوفهم لان هي ما كانتش عامله حسابها. فبياخدها فيجن وبيدخلوا المطبخ، وهناك بيفهمها ان هو نسي يقول لها ان هو عزم مديره ومراته على العشاء. فبتقول له واندا ان النهارده عيد جوازهم، فبيتوتر فيجن وما بيكونش عارف يتصرف ازاي، ولكن واندا بتستخدم قوتها السحريه وبتحضر العشاء بسرعه. واثناء ما هم بيتعشوا المدير بيفضل يسال واندا وفيجن اسئله كتير عن حياتهم، زي هم اتقابلوا اول مره فين وامتى اتجوزوا بالظبط. وبيظهر ان واندا وفيجن مش فاكرين اي حاجه خالص، وفجاه بيقف الاكل في زور المدير وبيتخنق وما بيكونش عارف يتنفس وبيقع على الارض. فبيتحرك فيجن بسرعه وبيقدر ان هو يطلع الاكل من زوره وبينقذه. وتاني يوم واندا وفيجن بيتدربوا على الخدع السحريه، وده لان هم هيقدموا فقره في مهرجان المدينه اللي بيتعمل كل سنه. وبتقول واندا لفيجن ان دي فرصه كبيره ليهم علشان يبانوا قدام الناس كلها وكانهم بشر عاديين. وبعدها بتلاحظ واندا ان في حاجه غريبه في الجنينه قدام البيت، ولما بتروح بتلاقي طياره لعبه واقعه بين الاشجار، والطياره دي بيكون عليها رمز معين وبيظهر ان واندا تعرفه كويس. وفجاه بتقطعها جارتها اجنيس واللي بتكون جايه علشان تاخد واندا ويروحوا اجتماع سيدات المدينه، فبتخبي واندا الطياره بسرعه وبتروح مع اجنيس. وهناك بتتعرف على جارتها اللي اسمها جيرالدين، وبيظهر ان رئيسه الاجتماع ده اسمها دوتي، ودوتي دي شخصيتها قويه جدا لدرجه ان محدش من الستات بيقدر يتكلم اثناء ما هي بتتكلم. وبعد الاجتماع واندا بتقرب من دوتي علشان تتعرف عليها اكتر، وساعتها الراديو بيخرج منه صوت وبينده على واندا، فبتتوتر ولكنها بتستخدم قوتها السحريه وبتخلي دوتي تنسى اللي حصل. وفي الوقت ده فيجن بيكون في الشغل وبيقعد مع زمايله، ولما واحد منهم بيعزم عليه بالاكل بيقول له ان هو مش بياكل ابدا، فبيستغرب زميله من كلامه، ولكن فيجن بيصلح غلطته وبيقول له ان هو مش بياكل بين الوجبات، فبيعزم عليه صاحبه بالبانه، فبياخدها منه فيجن علشان ما يشكش فيه، ولكنه بيبلعها بالغلط وبتتحشر اللبانه جوه جسم فيجن وبتسبب له خلل في نظام التشغيل. ولما بيروح فيجن المهرجان بيبان عليه وكأن هو سكران ومش في وعيه، وده بسبب الخلل اللي حصل بسبب اللبانه. ولما بيجي ميعاد الفقره اللي هو بيقدمها بيستخدم فيجن قوته الخارقه قدام الناس، فبتتحرك واندا بسرعه وبتقدر بقوتها السحريه ان هي تداري على اللي بيحصل، وده علشان ما حدش من سكان المدينه ياخد باله ان فيجن مختلف. وبعد ما بيخلص فيجن الفقره بتاعته كل اللي موجودين بيسقفوا له، وبعدها واندا بتاخده بعيد عن الناس وبتساله ايه اللي حصل له، فبيحكي لها ان هو بلع اللبانه بالغلط، ومن ساعتها وهو مش عارف يتحكم في تصرفاته. فبتستخدم واندا قوتها السحريه وبتقدر ان هي تطلع اللبانه من جسمه وبترجعه لطبيعته. وبعدها واندا وفيجن بيرجعوا البيت وهم مبسوطين جدا. وبالليل واندا بتفاجئ فيجن وبتقول له ان هي حامل، فبيستغرب فيجن لان واندا بقت حامل في الشهر الرابع فجاه. فبتتحجج واندا وبتقول له ان كل حاجه في المدينه دي بتحصل بسرعه. واثناء ما هم بيتكلموا بيسمعوا صوت عالي جاي من بره البيت، فبيخرجوا علشان يشوفوا ايه اللي بيحصل. وساعتها واندا بتتفاجئ ان في شخص بيخرج من فتحه المجاري اللي في الشارع، والشخص ده بيكون لابس بدله وبيكون عليها رمز معين، والرمز ده هو نفس الرمز اللي كان على الطياره اللعبه اللي لقيتها واندا في الجنينه. وفجاه بتتحكم واندا في اللي بيحصل وبتوقف الزمن، وبتستخدم قوتها السحريه وبترجع بالزمن لورا، وده علشان الاحداث تتغير والشخص ده ما يظهرش تاني. وبترجع واندا بال
الأحداث للحظة اللي بتقول فيها الفيجن إن هي حامل، وساعتها كل حاجة حواليهم بتتغير وبتكون بالألوان. وبالليل واندا بتستخدم قوتها السحرية وبتجهز أوضة الأطفال، وبيكون فيجن مستغرب جدا لأن الزمن بيعدي بسرعة، وده لأن واندا بتكون خلاص في شهرها الأخير في الحمل. وتاني يوم بيتوتر فيجن لما واندا بيجيلها الطلق وبتكون خلاص هتولد، فبيخرج بسرعة علشان يجيب لها دكتور. وبعدها بتيجي جيرالدين علشان تكون جنب واندا، ولكن جيرالدين بتتفاجئ ان واندا هتولد قبل ما يجي الدكتور، فبتساعدها على الولادة وبتفرح جدا لما واندا بتخلف توأم. وبعدها بيجي فيجن هو والدكتور، وبيكونوا مستغربين ان جيرالدين قدرت تساعد واندا، ولكن فيجن مش بيهمه كل ده وبيكون فرحان جدا بأولاده. وبعدها بيخرج فيجن علشان يوصل الدكتور بيته، وفي اللحظة دي واندا وجيرالدين بيكونوا في أوضة الأطفال. وساعتها واندا بتقول لجيرالدين ان هي كان ليها اخ توأم اسمه بيترو، وبتتفاجئ واندا لما جيرالدين بتقول لها ان هي عارفة ان اخوها اتقتل، وبتقرب منها وبتلاحظ ان هي لابسة سلسلة، وبيكون عليها نفس الرمز اللي كان مرسوم على الطيارة وعلى بدلة الراجل اللي خرج من المجاري. فبتسألها واندا هي مين وايه اللي جابها للمدينة. وبعدها بيجي فيجن وبيسأل عن جيرالدين، فبتقول له واندا ان هي مشيت. وفي اللحظة دي جيرالدين بتخرج من جدار الكتروني بيكون حوالين المدينة وبتقع على الارض، وبعدها بتتجمع حواليها عربيات كتير وبينزل منها جنود الجيش وبيحاصروا جيرالدين. وبنرجع بالزمن لورا وبنكون في مقر المنظمة اللي اسمها منظمة السيف، وبتظهر جيرالدين وهي رايحة شغلها في المنظمة دي، وبنعرف ساعتها ان اسمها الحقيقي هو مونيكا، وان هي بتشتغل قائدة لمكافحة القوى الخارقة. وبيجي مدير المنظمة واللي بيكون اسمه تايلور، وبنعرف ان تايلور يبقى صديق ماريا ام مونيكا واللي كانت بتشتغل مديرة المنظمة قبل ما تموت. وبعدها بتروح مونيكا مع تايلور على مكتبه، وهناك بيقول لها ان مكتب التحقيقات الفدرالي بلغ عن اشخاص مفقودين، وبيديها ملف القضية علشان تبدأ تحقق فيها، وبيقول لها ان الاشخاص المفقودين كلهم من مدينة واحدة. فبتتحرك مونيكا بسرعة وبتروح تقابل محقق اسمه جيمي، واللي بيعرفها ان مدينة ويست فيو اختفت بالكامل، وده بالرغم من ان هم شايفين المدينة قدامهم، ولكن البشر اللي موجودين في المدينة دي محدش شايفهم نهائي. وبيقول لها ان عدد سكان المدينة اللي اختفوا 4000 شخص. فبتستغرب مونيكا من كلامه، وبتطلع طيارة بدون طيار بيكون فيها كاميرا علشان تطير فوق المدينة وتعرف ايه اللي بيحصل. وبتكون الطيارة دي هي نفس الطيارة اللي واندا لقيتها قدام البيت، ولما بتطير الطيارة في الجو بتختفي تماما وما بتقدرش مونيكا تتحكم فيها، وده لان الاشارة بتختفي من على جهاز التحكم. فبتستغرب مونيكا من اللي بيحصل وبتقرب من المدينة، وبتلاحظ ساعتها ان في جدار من الطاقة قدامها، فبتمد ايديها وبتلمس الجدار، وفجأة بتتسحب مونيكا جوا الجدار وبتلاقي نفسها جوا مدينة ويست فيو. وبسبب اللي حصل ده بتستدعي المنظمة 4 من العلماء واللي بيكونوا متخصصين في علوم الفيزياء والفلك، وبيكون من ضمنهم عالمة اسمها دارسي. وبتوصل دارسي للمعسكر اللي عملته المنظمة قدام جدار المدينة، وبعدها بتدخل دارسي لغرفة العمليات، وبتتفاجئ ان كل الطيارات اللي بدون طيار اللي بتبعتها المنظمة بتختفي اول ما بتعدي من جدار الطاقة. فبتقعد دارسي قدام الاجهزة وبتبدأ تحلل اللي بيحصل، وبتكتشف ساعتها ان في موجات بتخرج من جدار الطاقة، والموجات دي زي موجات الراديو والتلفزيون. وبتستغرب دارسي لان الموجات دي تردداتها قديمة جدا، وعلشان كده بتطلب من المساعد ان هو يجيب لها تلفزيون قديم. وبعدها بتتفاجئ دارسي ان اللي بيحصل في المدينة بيتعرض كمسلسل تلفزيوني من ايام الستينات. وفي نفس الوقت ده تايلور بيبعت واحد من رجالته من خلال مواسير الصرف اللي تحت الارض، وده علشان يوصل للمدينة ويعرف هو كمان ايه اللي بيحصل. وبعدها بيروح هو وجيمي لدارسي، وبيتفاجئوا لما بيشوفوا واندا وفيجن على الشاشة، وبيكونوا مستغربين لان فيجن بطل خارق ومات اثناء انقاذ العالم، وبيكونوا مستغربين اكتر من علاقته بواندا، خصوصا وان واندا تعتبر واحدة من سكان الارض اللي عندها قوة خارقة. فبيروح تايلور علشان يبلغ قيادة المنظمة باللي بيحصل، اما جيمي فبيجتمع مع رجالته وبيقول لهم ان هم قدروا يوصلوا لهوية 2 من اللي موجودين في المدينة. وبعدها بيبدأ فريق جيمي يراقب البث التلفزيوني، وبيقدروا يحددوا هويات عدد من الاشخاص اللي بتظهر في المسلسل واللي بيكونوا في الحقيقة هم سكان المدينة اللي اختفوا. وساعتها بتتصدم دارسي وجيمي لما بيشوفوا مونيكا واللي بتكون بتمثل شخصية جيرالدين في المسلسل، فبيسأل جيمي دارسي عن اللي بيحصل، فبتقول له ان هي مش عارفة اذا كان ده سفر عبر الزمن ولا دي قوة سحرية معينة. وبتقترح دارسي على جيمي فكرة، وبتقول له ان هم ممكن يستغلوا الترددات والموجات دي ويتصلوا بواندا ويعرفوا منها ايه اللي بيحصل بالظبط في المدينة. فبيعجب جيمي بفكرتها، وبيخرجوا سوا من غرفة المراقبة،
وساعتها بتظبط دارسي تردد الراديو على الموجات اللي بتخرج من جدار الطاقة، وبعدها بترجع على غرفة المراقبة علشان تراقب اللي بيحصل في المدينة. وفي اللحظة دي بتكون واندا واقفة مع دوتي، وبتلاحظ دارسي ان في راديو جنبهم، فبتطلب من جيمي ان هو يتكلم في الراديو اللي قدامه. واول ما واندا بتسمع صوت جيمي في الراديو بتتوتر، وفي اللحظة دي دارسي بتستغرب جدا، وده لان الاحداث بتتغير والمشهد بيرجع من الاول. فبتفهم دارسي وقتها ان واندا بتستخدم قوتها وبتتحكم في الزمن جوا المدينة. وفي الوقت ده بيكون في واحد بيعدي من جدار الطاقة جوا مواسير الصرف، وساعتها بدلته بتتغير وبتتحول لبدلة مربى نحل. وفي نفس اللحظة الكابل اللي هو مربوط بيه بيتقطع، ولما زمايله بيشدوه بيتفاجئوا ان الكابل اتغير وتحول للعبة من البلاستيك. واول ما واندا بتشوف فرد المنظمة وهو بيخرج من المجاري بتستخدم قوتها وبتلغي المشهد وبتغير الاحداث اللي بتحصل. وبعدها دارسي وجيمي بيقعدوا قدام التلفزيون وبيشوفوا اليوم اللي واندا بقت حامل فيه، وبيشوفوا واندا وهي بتكتشف حقيقة مونيكا، ولكن المشهد بيتغير وما بيعرفوش ايه اللي حصل بالظبط. وفي اللحظة دي اجهزة الانذار بتشتغل، وده بسبب اختراق حصل في جدار الطاقة. فبتجري دارسي وجيمي علشان يشوفوا ايه اللي بيحصل، وساعتها بيكمل المشهد وبنعرف ان واندا استخدمت قوتها وطردت مونيكا برا المدينة. وفي الوقت الحالي الاطباء بيجروا على مونيكا وبيفحصوها علشان يطمنوا عليها. وتاني يوم في المدينة واندا وفيجن بيكونوا محتارين جدا، وده لانهم مش عارفين يخلوا الاطفال يسكتوا ويبطلوا عياط. وفي اللحظة دي بتيجي اجنيس جارة واندا وبتقول لها ان هي هتساعدها وهتخلي بالها من الاطفال، ولكن اجنيس بتتفاجئ ان الاطفال ما بيسكتوش خالص، فبتضطر ان هي تشرب خمرة علشان تقدر تتعامل معاهم. وفي اللحظة دي بيتفاجئ فيجن ان الاطفال كبروا وبقى عمرهم 5 سنين، فبيستغرب جدا وما بيبقاش فاهم ايه اللي حصل. وفي الوقت ده جيمي ودارسي بيروحوا لمونيكا في العيادة، وبتكون فايت وبقت كويسة. وساعتها جيمي بيعرف مونيكا على دارسي، واللي بتدي لمونيكا الزي بتاعها، وبتطلب منها تغير هدومها علشان تيلور عامل لهم اجتماع. وبعدها بيكونوا كلهم في غرفة الاجتماعات، وبتقول مونيكا ان هي بعد ما عدت من جدار الطاقة لقيت نفسها جوا المدينة في شخصية تانية غير شخصيتها، وان هي اتفاجئت ان واندا صممت عالم خاص بيها جوا المدينة، وان واندا بتسيطر على كل فرد عايش في المدينة دي. وبعدها بيحكي جيمي قصة واندا، وبيقول لهم ان ابوها وامها ماتوا اثناء الحرب، ووقتها واندا واخوها بيتر كان عمرهم 10 سنين. وبعد فترة اكتشفت واندا ان هي عندها قوة خارقة، وفي اللحظة دي بيتدخل تيلور وبيوصف واندا ان هي مجرمة، لكن مونيكا بترفض كلام تيلور وبتعترض عليه، وبتقول ان واندا مش مجرمة، والدليل ان هي كان ممكن تقتلها لما اكتشفت حقيقتها، ولكنها ما عملتش كده وطردتها برا المدينة. فبيقول لها تيلور ان واندا خطفت اكتر من 3000 شخص وحبستهم جوا المدينة بعد ما سيطرت على عقولهم. وبيوريها تيلور مشهد اقتحام واندا المقر المنظمة، وبعدها بتروح واندا للمختبر وبتسرق جسم فيجن من هناك. وبينهي تيلور كلامه وبيقول ان واندا بتسيطر على فيجن وان هي بتستخدمه كسلاح حماية ليها. وبعد ما بيخلص الاجتماع مونيكا وجيمي ودارسي بيتكلموا سوا، وبيظهر ان هم متعاطفين مع واندا وفيجن، وده لان هم متأكدين ان في سبب ورا كل اللي بيحصل. وبيظهر ان مونيكا بتفكر في طريقة علشان تدخل بيها للمدينة تاني، لكن دارسي بتفهمها ان ده ممكن يكون خطر عليها، وده لان اي حاجة بتعدي من جدار الطاقة بيحصل لها تغيير علشان تناسب الزمن اللي واندا عايشة فيه جوا المدينة. فبتيجي هنا فكرة لمونيكا، وهي انها تستخدم طيارة بدون طيار، ولكن بنفس تكنولوجيا الزمن اللي واندا عايشة فيه حاليا. وفي الوقت ده في المدينة فيجن بيكون في شغله وبيحط ايده على دماغ زميله بالصدفة، وساعتها عقل زميله بيخرج من تحت سيطرة واندا، وبيفضل زميله يترجى ان هو يساعده ويرجعه لاهله. فبيحتار فيجن وما بيكونش عارف يتصرف ازاي، فبيحط ايده على دماغ زميله وبيرجعه تحت سيطرة واندا تاني. وبعدها فيجن بيكون مصدوم بسبب اللي هو اكتشفه. وفي الوقت ده بتكون واندا في البيت مع اولادها، وبيكونوا كبروا ووصلوا لسن 10 سنين، وفجأة بتحس ان في حاجة غريبة بتحصل. ولما بتخرج برا البيت بتشوف الطيارة بدون طيار، والطيارة دي بتكون مونيكا بتتحكم فيها من غرفة المراقبة. ووقتها مونيكا بتتكلم مع واندا وبتعرفها بنفسها وبتقول لها ان هي عايزة تتكلم معاها، ولكن مونيكا بتنصدم لما بتلاقي تيلور بيدي امر باطلاق الصاروخ. وبتعرف مونيكا ان تيلور حط اسلحة في الطيارة من غير
غير ما يقول لها، وفي اللحظة دي الإشارة بتنقطع وصورة واندا بتختفي من على الشاشة. فبتقوم مونيكا من مكانها علشان تتخانق مع تايلور، ولكن صفارات الإنذار بتشتغل، وده لأن حصل اختراق في جدار الطاقة. فبيخرجوا كلهم وبيروحوا يشوفوا فيه ايه، وبيتفاجئوا لما بيلاقوا واندا بتخرج من جدار الطاقة وبتكون ماسكة في ايديها الطيارة بعد ما سيطرت عليها. وبتتقدم واندا ناحية تايلور وجنوده وبترمي الطيارة قدامهم، وبعدها بتوجه كلامها لتايلور وبتحذره من ان هو يقرب من مدينتها تاني. فبتتدخل مونيكا في الكلام وبتحاول تهدي واندا، وبتقول لها ان هي ما كانتش تعرف ان الطيارة فيها اسلحة، وبتفهمها ان هي في صفها وعايزة تساعدها. لكن واندا بتقول لها ان هي مش عايزة مساعدة من حد، وبتعرفها ان هي دلوقتي عندها كل حاجة اتحرمت منها قبل كده. وبعدها بتستخدم واندا قوتها وبتسيطر على الجنود وبتخليهم يوجهوا اسلحتهم ناحية تايلور، وبتستغل واندا حالة الخوف والتوتر اللي تايلور فيها وبترجع لمدينتها تاني. وبعد ما بتختفي واندا الجنود بيرجعوا لطبيعتهم، ولما بترجع واندا للمدينة بيكون فيجن رجع من شغله وبيقول لها ان هو عارف ان هي بتسيطر على عقول الناس اللي في المدينة، وبيفهمها ان الناس دي اكيد بتتعذب وان اهاليهم اكيد قلقانين عليهم. فبتقول له واندا ان هي ما تعرفش ازاي هي سيطرت على الناس وحجزتهم جوه المدينة، ولكنها مبسوطة باللي حصل لان هي بقى ليها زوج واطفال بيحبوها وكونت اسرة. واثناء ما واندا بتتكلم الباب بيخبط، فبتروح تفتح وبتتفاجئ لما بتلاقي اخوها بترو قدامها، وبتستغرب جدا من وجوده خصوصا وان شكله بيكون متغير عن شكله الحقيقي، ولكنها بتحضنه وبترحب بيه وبتعرفه على فيجن. وتاني يوم بيكون عيد الهالوين، وبيكون فيجن مبسوط لانه هيقدر يظهر بصورته الطبيعية قدام الناس، وده لان كل سكان المدينة هيكونوا فاكرين ان هو متنكر. وبيقرر فيجن ان هو يخرج للمدينة ويتمشى لوحده، وبيقول له واندا ان هو عاوز يتحرك بحرية من غير ما يخاف ان حد يكتشف حقيقته. وبيظهر ان واندا ما بتكونش عاوزة فيجن يسيبهم، وبتقول له ان هو لازم يكون مع اولاده ويقضي العيد معاهم، لكن بيترو بيتدخل وبيقول لواندا ان هو اللي هيفضل مع اولادها. فبيستغل فيجن الفرصة وبيخرج من البيت. وفي الوقت ده مونيكا بتتخانق مع تايلور، وده لانها بتكون رافضة الطريقة اللي هو بيتعامل بيها مع الموقف، وبتعرفه ان هما مش هيقدروا يدخلوا في حرب ضد واندا. فبيقول لها تايلور ان هو عارف هو بيعمل ايه كويس، فبتتريق عليه دارسي، وبتفكره ان هو كان مرعوب لما واندا خلت الجنود يوجهوا اسلحتهم عليه. فبيتعصب تايلور وبيقرر ان هو يبعد مونيكا ودارسي عن المكان، وبيأمر جنوده ان هم ياخدوا جيمي ومونيكا ودارسي لبره. لكن مونيكا وجيمي ودارسي لما بيخرجوا بيهجموا على الحرس اللي معاهم، وبيقدروا ان هم يتخلصوا منهم. وبعدها بيتخفوا وبيتسللوا لغرفة القيادة. وفي الوقت ده في المدينة واندا بتشوف فيترو وهو بيلعب مع اولادها، واللي بيكون عندهم قوة خارقة وبيتحركوا بسرعة رهيبة. وساعتها واندا بيكون بالها مشغول وبتفكر في فيجن، وبتكون عايزة تعرف هو بيعمل ايه. وفي الوقت ده فيجن بيكون بيتمشى في شوارع المدينة، وما بيكونش عاجبه ان واندا بتسيطر على الناس وبتتحكم فيهم، خصوصا لما بيشوف مجموعة منهم وهم بيحاولوا يتخلصوا من سيطرة واندا عليهم، وبيعيطوا بسبب فشلهم وعدم قدرتهم ان هم يرجعوا لطبيعتهم. وساعتها فيجن بيشوف اجنيس في عربيتها، وبتكون اجنيس حزينة جدا هي كمان. فبيحط فيجن ايده على دماغها وبيحررها من سيطرة واندا عليها. فوقتها بتفرح اجنيس لما بتشوفه، وبتسأله اذا كان جاي ينقذهم. فبيستغرب فيجن من كلامها وما بيكونش فاهم هي تقصد ايه. فبتقول له اجنيس ان هو بطل خارق وبينقذ العالم، ولكنها بتكون مستغربة من وجوده، وبتسأله هو ازاي رجع للحياة تاني. وبينصدم فيجن لما بيعرف من اجنيس ان هو مات اثناء حربه الاخيرة ضد الاشرار. فبيقول لها فيجن ان هو عاوز يخرج من المدينة دي علشان يعرف ايه اللي بيحصل لهم بالظبط. فبتنهار اجنيس وبتقول له ان واندا مش هتسمح لاي حد يعمل كده، وبتقول له ان هم وباقي سكان المدينة خلاص بقوا سجناء في المدينة للابد. فبيهديها فيجن وبيوعدها ان هو هيلاقي حل للي بيحصل، وبعدها بيحط ايده على دماغها وبيرجعها تحت سيطرة واندا تاني. وبعدها بيتحرك فيجن ناحية جدار الطاقة، وبنروح لمونيكا اللي بتبعت رسالة لواحدة صاحبتها في الجيش، وبتطلب منها مساعدتها علشان تلاقي وسيلة تعدي بيها من جدار الطاقة. وبتفرح مونيكا لما صاحبتها بترد عليها برسالة، وبتقول لها ان الوسيلة اللي هتخليها تعدي من جدار الطاقة هتكون جاهزة خلال ساعة. ولكن دارسي بتحذر مونيكا من اختراق جدار الطاقة، لان خلايا جسمها ممكن ما تستحملش التغيرات اللي هتحصل فيها وممكن تموت. ولكن مونيكا بتقول لها ان هي مش هتسيب واندا لوحدها، وده لان هي حاسة ان واندا بتعمل كده غصب عنها ولازم ان هي تنقذها. وبعدها مونيكا بتاخد جيمي علشان يروحوا لمقر قيادة الجيش، وبيسيبوا دارسي في غرفة القيادة علشان تتابع اللي بيحصل مع تايلور. وفي الوقت ده في المدينة بيترو بيسأل واندا هي ليه بتتحكم في الناس وحبساهم. فبتتأثر واندا وبتقول
بتقوله ان هي مش عارفة هي ازاي عملت كده، وبتقوله ان كل اللي هي فاكراه هو احساسها بالوحدة، وده بعد موت ابوها وامها وموته هو كمان. وفي الوقت ده بيكون فيجن بيحاول يطلع من جدار الطاقة، واول ما بيطلع بيبدأ جسمه يتلاشى ويموت. فبيفهم فيجن ان هو مات فعلا، وان هو مجرد خيال في مدينة واندا. وفي الوقت ده بيجري تيلور وقوته على الجدار، وبتجري دارسي هي كمان وبتحاول تنقذ فيجن، لكن تيلور بيأمر جنوده ان هم يقبضوا عليها ويربطوها في العربية. وفي اللحظة دي بيحس واحد من اولاد واندا ان فيجن في خطر، فبيجري على واندا وبيعرفها باللي هو حاسس بيه. فبتتعصب واندا وبتستخدم قوتها، وبتقدر ان هي ترجع فيجن للمدينة تاني، ولكنها في نفس الوقت بتقرر ان هي توسع جدار الطاقة، وده علشان تقضي على تيلور واللي معاه وتخليهم تحت سيطرتها. وفي نفس الوقت بيهرب تيلور ورجالته بسرعة قبل ما يدخلوا جوه الجدار، وبيقدر تيلور يهرب، ولكن باقي رجالته ومن ضمنهم دارسي بيدخلوا جوه الجدار، وبيتحولوا كلهم لافراد من السيرك، وحتى عربياتهم بتتحول وبتبقى العاب في السيرك. وتاني يوم واندا بتصحى من النوم ومش بتلاقي فيجن جنبها، لكنها ما بتهتمش لانها بتكون حاسه بارهاق شديد جدا، وده بسبب ان هي استخدمت قوتها بشكل كبير الليله اللي فاتت. وساعتها اولاد واندا بيلاقوا العابهم بتتغير وبترجع للزمن القديم، فبيجروا على واندا بسرعه وبيسالوها عن اللي بيحصل، وبتكون واندا محتاره ومش عارفه تقول لهم ايه. وساعتها بتيجي اجنيس وبتلاحظ ان واندا مرهقه، فبتقرر ان هي تاخد اولاد واندا عندها في البيت، وده علشان تخلي واندا تقعد لوحدها وتستريح. فبتفرح واندا جدا وبتشكرها على مساعدتها. وساعتها فيجن بيقابل دارسي وبيحط ايده على دماغها وبيخرجها من تحت سيطره واندا، وساعتها دارسي بتفتكر فيجن وبتاخده وبيركبوا العربيه بسرعه، وده علشان يبعدوا عن الناس. واثناء ما هما في الطريق فيجن بيسال دارسي لو تعرف حاجه عنه، فبتقوله ان هو واندا كانوا بيحبوا بعض جدا، وان هما كانوا بيحاربوا سوا علشان ينقذوا العالم من الاشرار، ولكن هو مات بعد ما قدر ينقذ نص سكان العالم. فبيتعاطف فيجن مع واندا لما بيعرف ان هي شافته وهو بيموت، وبيفهم ساعتها ان السبب اللي خلى واندا ترجعه للحياه تاني هي حبها ليه، وان هي مش قادره تعيش من غيره. وفي الوقت ده مونيكا وجيمي بيوصلوا للقاعده العسكريه، وبتيجي صاحبه مونيكا وبترحب بيهم، وبعدها بتوريهم المركبه الفضائيه اللي هتعدي بيها مونيكا من جدار الطاقه. وبعدها مونيكا بتلبس بدله رواد الفضاء، وده علشان تحمي جسمها اثناء اختراق جدار الطاقه. وبتركب مونيكا العربيه وبتتحرك بسرعه في اتجاه الجدار، ولكن العربيه ما بتقدرش تعدي من جدار الطاقه وبتكون على وشك الانفجار، فبتنط مونيكا من العربيه قبل ما تنفجر. وبعدها مونيكا بتقرر ان هي تخترق جدار الطاقه، وما بيهمهاش اي حاجه هتحصل لها. وبتتفاجئ مونيكا ان هي بتقدر تعدي من الجدار من غير ما يحصل لها حاجه، وبتعرف مونيكا ساعتها ان هي عندها قوه خارقه، ولكنها ما بتشغلش بالها وبتجري بسرعه وبتروح تدور على واندا. واول ما بتلاقيها بتحذرها وبتقول لها ان تيلور عايز يقتلها، وان هو مستعد يدمر المدينه بكل اللي فيها علشان يخلص منها، لكن واندا ما بتصدقهاش وبتتهمها ان هي بتكذب. فبتقول لها مونيكا ان هي ما بتكذبش، وان هي عارفه ان هي مش شريره، وان السبب في اللي هي بتعمله ده كله هو احساسها بالوحده بعد ما فقدت كل عيلتها. وبتحكي لها مونيكا ان هي مرت بنفس تجربتها لما امها ماتت، وعلشان كده هي حاسه بيها وبالمها. وفي اللحظه دي اجنيس بتشوف واندا ومونيكا من شباك بيتها، فبتفتكر ان مونيكا بتتخانق مع واندا، وعلشان كده بتروح لهم وبتقطعهم، وبتطلب من مونيكا ان هي تسيب واندا في حالها، وبتقول لها ان هي اعصابها تعبانه ومحتاجه تستريح. وبعدها اجنيس بتاخد واندا وبتروح على بيتها، وهناك واندا بتستغرب لما مش بتلاقي اولادها في بيت اجنيس، فبتسالها عليهم، فبتقول لها ان هم نزلوا يلعبوا في القابو. فبتنزل واندا للقابو وبتنده على اولادها، ولكنها بتقلق لما محدش بيرد عليها، وبتكون واندا مستغربه من شكل القابو، وده لان شكله بيكون مخيف ومرعب. وفجاه بتظهر اجنيس قدامها وباشاره من ايديها بتقفل باب القابو عليهم. وبعدها اجنيس بتقدم نفسها لواندا وبتقول لها ان اسمها الحقيقي هو اجاسا، وان هي ساحره بتستخدم قوه السحر الاسود. وبتقول لواندا ان هي جت المدينه برغبتها، وان هي مثلت عليها ان هي واقعه تحت سيطرتها علشان تعرف ايه مصدر قوتها، وتعرف ازاي بتتحكم في الناس بالطريقه دي. وبتقول اجاسا ان هي السبب في اي مشاكل كانت بتحصل في المدينه طول الفتره اللي فاتت، ده غير ان ظهور بيترو اخو واندا كان خدعه منها، وان بيترو اللي هي شافته ده هو في الحقيقه يبقى بونر جزء اجاسا، ولكن هي استغلته واتحكمت فيه علشان يمثل دور بيترو، وبالتالي تقدر ان هي تاثر على واندا وتخليها تشك في قدراتها. وهنا بتحكي اجاسا لواندا قصتها، وبتقول لها ان هي اتعلمت السحر على ايد افضل الساحرات في الكون. وبنرجع بالزمن للقرن ال16، وبنشوف مجموعه من الساحرات وهم ماسكين اجاسا وبيسحبوها علشان ينفذوا فيها حكم
بالإعدام، وبعدها بيربطوها في عمود خشب وبيتجمعوا كلهم حواليها. وبتقف زعيمة الساحرات وبتقول لأجاسا إن هي هتتحاكم بتهمة الخيانة، وده لأن هي حاولت تسرق السحر من زمايلها. وفي اللحظة دي بيستجمعوا الساحرات قوتهم علشان يضربوا أجاسا مرة واحدة ويموتوها، لكن أجاسا بتسحب قوة الساحرات كلهم وبتستولى عليها. فبتنصدم زعيمة الساحرات وبتقرر إن هي تهجم على أجاسا، ولكن أجاسا بتكون أقوى منها وبتسحب منها قوتها هي كمان وبتموتها زي باقي الساحرات. وفي الوقت الحالي بتتضايق واندا من أجاسا وبتقرر إن هي تستخدم قوتها علشان تطردها برا المدينة، لكن واندا بتتفاجئ إن هي مش بتقدر تستخدم قوتها، فبتكتفها أجاسا وبترفعها في الهواء وبتقول لها إن هي عملت تعويذة على جدران القابو، وإن طول ما التعويذة دي موجودة هي مش هتقدر تستخدم قوتها. وبعدها أجاسا بتقول إن هي فضلت سنين كتير جدا تدرس السحر، وإن هي كانت فاكرة نفسها أقوى ساحرة في الكون لحد ما شافت واندا وقوتها السحرية، وشافت إن هي بتقدر تتحكم في آلاف من البشر. وبتطلب أجاسا منها إن هي تقول لها إزاي قدرت تحصل على القوة دي، فبتنكر واندا كلامها وبتقول لها إن هي مش ساحرة، لكن أجاسا ما بتصدقهاش وبتقرر تخترق عقلها، وده علشان تعرف قصتها وتعرف هي إزاي قدرت تكسب القوة دي. وبتاخدها وبتسافر بيها عبر الزمن، ووقتها واندا بيكون عمرها 10 سنين، وبتكون قاعدة في البيت مع أمها وأبوها وأخوها، وبيكونوا كلهم بيتفرجوا على مسلسل كوميدي، وده بيكون سبب في إن واندا تحب المسلسلات. وعلشان كده لما سيطرت على المدينة خلت الأحداث اللي بتحصل فيها تكون في شكل مسلسل قديم. ووقتها بتنزل قذيفة على بيت واندا، وأبوها وأمها بيموتوا بسبب الانفجار، وهي وأخوها بيترو بيفضلوا عايشين. وبعدها بتاخدها أجاسا على مرحلة تانية من حياتها، وبتكون واندا كبرت جوا المنظمة اللي هي تربت فيها هي وأخوها، وساعتها بيعملوا عليهم تجارب مشروع القوة الخارقة. وبتشوف واندا نفسها لما الأطباء بيخلوها تقرب من حجر القوة الأبدية، وفجأة قوة الحجر بتدخل جوا جسم واندا وبتقع واندا على الأرض وبتفقد الوعي. وبعدها بيتنقلوا لمرحلة جديدة من حياتها، وفي المرحلة دي بتكون واندا حزينة جدا بسبب موت أخوها، وبيظهر فيجن وبيقعد جنبها وبيوسيها، وبيبان إن واندا وفيجن بيحبوا بعض جدا. وفي اللحظة دي أجاسا بتقطع واندا وبتقول لها إن حياتها كلها أحزان، وإن شعورها بالوحدة سبب لها ألم شديد خصوصا من بعد موت فيجن. وبعدها بتشوف واندا نفسها في اليوم اللي هي راحت فيه للمنظمة، وهناك بتقابل تايلور وبتطلب منه إن هي تاخد جسم فيجن، فبياخدها تايلور وبيوريها جسم فيجن في المختبر. وبتنصدم واندا لما بتلاقي العلماء بيفككوه، فبيفهمها تايلور إن هما بيفككوا جسم فيجن علشان يحتفظوا بيه، وده لأن فيجن هو أكتر سلاح متطور في العالم كله. فبتقول له واندا إن هي عايزة تاخد جسمه علشان تدفنه، فبيستغرب تايلور من كلامها وبيعرفها إن ده مش مسموح علشان جسم فيجن يبقى ملك للمنظمة اللي صرفت عليه فلوس كتيرة جدا، وبيقول لها إن أقصى حاجة هو ممكن يعملها معاها هي إنه يخليها تودعه. فبتتعصب واندا وبتكسر إزاز المختبر، وبتنزل عند جسم فيجن وبتحط إيديها عليه، وبتستخدم قوتها علشان تقدر تخليه يشتغل تاني ولكنها بتفشل، فبتقرر تسيبه وتمشي. وبنفهم هنا إن تايلور كذب على مونيكا، وده لما قال لها إن واندا اقتحمت المنظمة وسرقت جسم فيجن. وبعدها بتخرج واندا من المنظمة وهي حزينة، وبتركب عربيتها وبتروح على مدينة ويست فيو، وهناك بتقف وسط قطعة أرض معينة وبتطلع واندا رسالة من فيجن. وبنعرف إن قطعة الأرض دي فيجن كان ناوي يبني عليها البيت اللي هو هيعيش فيه مع واندا، فبتنهار واندا وبتفضل تعيط وبتكون حزينة جدا لأن هي اتحرمت من كل حاجة بتحبها، وبسبب حزنها بتخرج من جسمها طاقة كبيرة جدا. وفي الوقت ده صنعت واندا العالم اللي هي عايشة فيه حاليا، واللي بيكون فيه كل حاجة حلوة واندا كانت بتحلم بيها. وفجأة بتفوق واندا من اللي هي فيه على صوت أولادها، وبيكونوا بيندهوا عليها علشان تنقذهم، فبتروح ناحية صوتهم بسرعة، وبتتفاجئ إن أجاسا مسيطرة على أولادها بقوتها السحرية. وبنروح لتايلور اللي بيعرف من رجالته إن هم جمعوا جسم فيجن وعملوا منه نسخة تانية، فبيدي تايلور الأمر بتشغيله علشان يبعتوه للمدينة ويقتل واندا. وفي مكان تاني بنلاقي مونيكا مع بونر جوز أجاسا، واللي بيكون خاطفها وحابسها علشان ما تروحش ورا أجاسا. وبنرجع لأجاسا وهي بتطلب من واندا إن هي تسلمها قوتها وإلا هتقتل أولادها. وبتقول أجاسا لواندا إن هي قرت عنها في كتب السحر، وبتقول لها إن هي أسطورة وعندها قوة كبيرة. وبتتفاجئ واندا لما أجاسا بتقول لها إن كتب السحر بيلقبوها بالساحرة الحمراء. وفي اللحظة دي أولاد واندا بيحاولوا
بيهربوا من أجاسا، لكنها بتشدهم وبتوقعهم على الأرض. فبتستخدم واندا قوتها وبتضربها وبتقدر تحرر أولادها، وبعدها بتطلب واندا من أولادها إن هم يختفوا من المكان بسرعة. وفي اللحظة دي بتتفاجئ واندا إن أجاسا بتسحب منها الطاقة اللي هي بتضربها بيها، وساعتها أجاسا بتعرض على واندا إن هي تسلمها قوتها، وده في مقابل إن هي تسمح لها تعيش جوا المدينة اللي هي صنعتها لنفسها. لكن واندا بتتجاهل كلام أجاسا وبتستخدم قوتها وبتضربها بعربية من اللي في الشارع وبترميها بعيد. وبعدها بيظهر بديل فيجن قدام واندا، فبتقرب منه واندا وبيمسكها وبيحاول إن هو يقتلها، لكن فيجن الأصلي بيجي وبيبعده عنها. وبعدها واندا بتعتذر لفيجن عن اللي هي عملته معاه، فبيقول لها فيجن إن هو مش زعلان منها وإن هو عارف السبب اللي خلاها تصنع المدينة دي، وبيطلب منها إن هي تحرر سكان المدينة علشان يرجعوا لأهليهم، وبيقطع كلامهم ظهور بديل فيجن. وفي نفس اللحظة بتظهر أجاسا فوق بيت واندا، فبيتحرك فيجن بسرعة وبيهجم على فيجن البديل، وبتطير واندا في الهواء وبتروح ورا أجاسا. أما فيجن فبيتكلم مع فيجن البديل وبيحاول يقنعه إن هم يحلوا المشكلة بينهم بهدوء، لكن فيجن البديل بيرفض يسمع كلامه وبيقول له إن هو عنده أوامر إن هو يقتله ويقتل واندا. وفي اللحظة دي واندا بتكون واقفة قدام أجاسا واللي بتناديها باسم الساحرة الحمراء، وبتوريها كتاب السحر الأسود، وبتقول لها إن في فصل كامل في الكتاب ده بيتكلم عنها، وبيقول الكتاب إن واندا مش بتحتاج لتعويذ سحرية وإن قوتها بتتجاوز كل قوة السحر اللي في الكون كله. فبتقول لها واندا إن هي مش ساحرة وإن مفيش حد علمها السحر. فبتقرر أجاسا إن هي تشتت واندا علشان تقدر تستولي على قوتها، وعلشان كده بتستخدم قوتها السحرية وبتقدر تخلي سكان المدينة يخرجوا من تحت سيطرة واندا. وبنروح لمونيكا اللي بتهجم على بونر وبتوقعه على الأرض، وبتلاحظ مونيكا إن أجاسا مسيطرة على بونر من خلال العقد اللي في رقبته، فبتقطع مونيكا العقد وبتحرره من تحت سيطرتها. وبنرجع لواندا اللي بيتجمع حواليها سكان المدينة وبيفضلوا يترجوها إن هي تحررهم وترجعهم لأهليهم، أو إن هي تموتهم وتريحهم من العذاب اللي هم فيه. فبتتأثر واندا وبتقرر إن هي تفتح جزء من جدار الطاقة علشان تخلي سكان المدينة يخرجوا منه، فبيجري سكان المدينة كلهم ناحية الجدار بسرعة. وفي اللحظة دي تيلور بيشوف الجدار وهو بيتفتح، فبيقرر إن هو يدخل للمدينة بقوته علشان يقتل واندا. وفي اللحظة دي فيجن الأصلي قوته بتضعف جدا قدام فيجن البديل، وبيقع فيجن الأصلي على الأرض قدام واندا وبيبدأ يختفي. فبتترعب واندا وبتخاف عليه من الموت، وبتخاف أكتر لما بتلاقي أولادها هما كمان بيختفوا قدامها. فبتقرر إن هي تقفل جدار الطاقة، وده علشان تحافظ على أسرتها اللي هي صنعتها في خيالها. وبعدها واندا وفيجن بيحضنوا أولادهم، لكنهم بيتفاجئوا إن أجاسا وفيجن البديل بيظهروا قدامهم. وفي نفس اللحظة بيوصل تيلور وقواته للمكان وبيحاصروا واندا وفيجن، وساعتها بيهجم فيجن البديل على فيجن الأصلي وبيشتبكوا سوا في معركة قوية. أما واندا فبتطلب من أولادها إن هم يخلوا بالهم من تيلور وقواته، وده لحد ما هي تخلص معركتها مع أجاسا وترجع لهم. فبيستخدم واحد من أولادها قوته وبيثبت الجنود في مكانهم، وبيتحرك التاني بسرعة رهيبة وبياخد كل الأسلحة منهم. ووقتها بيتعصب تيلور وبينزل من العربية وبيرفع سلاحه على أولاد واندا علشان يقتلهم، ولكن فجأة بتظهر مونيكا وبتقف قدام تيلور وبتاخد كل الطلقات بدل أولاد واندا، ولكن الطلقات ما بتأثرش في مونيكا بسبب قوتها الخارقة. فبيخاف تيلور وبيركب العربية وبيهرب من المكان بسرعة، ولكنه ما بيلحقش لأن دارسي بتيجي وبتخبطه بالعربية وبتلحقه قبل ما يهرب. وبنروح لفيجن الأصلي اللي بيتكلم مع فيجن البديل، وبيقدر يفهمه إن تيلور صنعه علشان يستخدمه كسلاح مش أكتر، ولكن هو حقيقته غير كده خالص، وإن هو بطل خارق بينقذ العالم من الأشرار. وبيقول له إن تيلور مسح ذاكرته علشان يخليه تحت سيطرته. فبيقتنع فيجن البديل بكلام فيجن الأصلي وبيخليه يقرب منه ويلمسه، وساعتها كل ذكريات فيجن بترجع له تاني. وبيقرر فيجن البديل إن هو يخرج من المدينة، فبيرجع فيجن الأصلي لأولاده وبيستنوا يشوفوا واندا هتعمل إيه مع أجاسا. وفي اللحظة دي واندا بتخترق عقل أجاسا وبتاخدها وبترجع بيها ليوم محاكمتها قدام جماعة الساحرات، ولكن واندا بتتفاجئ إن الساحرات بيتلموا حواليها وبيفضلوا يقولوا إن واندا هي الساحرة الحمراء اللي كتاب السحر الأسود اتكلم عنها. وبعدها بيمسكوها وبيربطوها مكان أجاسا، وساعتها بتقف أجاسا قدام واندا وبتقولها إن هي مش عارفة تتحكم في قوتها بسبب حزنها، وعلشان كده هي هتاخد منها قوتها وهتستخدمها بطريقة أفضل. فبتتعصب واندا وبتتخلص من كل الساحرات اللي حواليها، وبعدها بتهجم على أجاسا وبتضربها بشحنات من الطاقة. وبتقول واندا لأجاسا إن هي خلاص ما بقتش عايزة قوتها، وبتفضل واندا تضرب في أجاسا لحد ما بتفقد طاقتها وبيبدأ جسمها
هيضعف وبتكون على وشك الموت، وفي اللحظة دي بتكون أجاسا في قمة سعادتها، وده لأن هي استولت على قوة واندا بالكامل، وبتقرر أجاسا إن هي تستخدم القوة دي وتتخلص من واندا. ولكن أجاسا بتنصدم لما بتلاقي نفسها مش عارفة تستخدم قوتها، ووقتها واندا بترجع لطبيعتها وبتشكر أجاسا على الدرس اللي هي اتعلمته منها. وبنعرف هنا إن واندا استخدمت نفس التعويذة اللي أجاسا استخدمتها في القابو علشان تحرم واندا من استخدام قوتها قدامها، وده معناه إن أجاسا دلوقتي بقت ضعيفة جدا قدام واندا. وبعدها واندا بتسترد قوتها من أجاسا وبتتحول لهيئة الساحرة الحمراء اللي كتاب السحر اتكلم عنها، وبتقرر واندا إن هي تعمل تعويذة على أجاسا وبتحبسها للأبد جوا شخصية أجنيس، واللي بتكون أجاسا اختارتها علشان تخدع بيها واندا قبل كده. وبعدها بترجع واندا لأولادها وبتحضنهم، وبتتفق هي وفيجن إن هم يحطوا حد للي بيحصل. وبعدها بياخدوا أولادهم وبيرجعوا بيهم على البيت، وبالليل واندا وفيجن بينيموا أولادهم في أوضتهم، وبيظهر إن واندا وفيجن متأثرين جدا، وده لأن هم مش هيشوفوا أولادهم تاني. وبعدها واندا بتحرر المدينة كلها من تحت سيطرتها، وبتفضل واقفة مع فيجن لحد ما بيختفي من قدامها. وبتقرر بعدها واندا إن هي تمشي من المدينة، ولكنها بتلاحظ إن سكان المدينة بيبصوا عليها بنظرات كلها غضب. ووقتها بتقابل مونيكا وبتخفف عنها وبتواسيها، وبتقول لها إن أكيد هيجي يوم وسكان المدينة هيعرفوا إن هي مش شريرة زي ما هم فاكرين. فبتشكرها واندا على مساعدتها ليها، وبتقول لها إن هي هتحاول تفهم أكتر قوتها. وبعد فترة بنشوف واندا جوا كوخ صغير في مكان بعيد، وبيكون كتاب السحر قدامها، وبيظهر إن واندا بتتعلم إزاي تستخدم قوتها السحرية بطريقة أفضل. وبيخلص المسلسل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك لقناة في المتشينو، ولو عاوز تتابع الملخصات الكوميدية ما تنساش تعمل متابعة لصفحة عبد عاطف، ونشوفكوا الملخص اللي جاي، ويلا سلام.